في مواجهة طبعا من العيار الثقيل. انتهى شوطها الأول بتقدم للفريق الضيف، الفريق الذي استحق هذا التقدم، الفريق الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول وكان قريبا طوال شوط المباراة الأول من تحقيق ومن فعل ذلك. في آخر الدقائق بالنسبة لشوط المباراة الأول تمكن من تحقيق ذلك ومن الوصول إلى ذلك من خلال الهدف المسجل في الدقيقة 43 عن طريق كيم سيونغ بضربة أو بركلة مميزة جدا بعد كرة لعبت هيئت بشكل مميز جدا وانتهت في شباك حارس المرمى وانغ دالي الحارس الصيني. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ ماذا عن الشوط الثاني من هذه المباراة؟ كيف سيلعب الشوط الثاني؟ كيف سيتم التعامل مع هذه المباراة ومع هذه المواجهة؟ هنا الانطلاقة والتقدم في الكرة في المحاولة الماضية، لكن حارس المرمى طبعا أو المدافع طبعا عفوا تقدم وقطع الطريق أمامه ليبعد الكرة الماضية وليبقي طبعا الكرة هنالك بعيدة عن منطقة العمليات وبعيدة عن مكان الخطر والضرر بالنسبة لها. الكرة ستنفذ جونغ نام الفريق الكوري الذي يتبع هذه السياسة الناجحة في بداية شوط المباراة الثاني، وكذلك اتبعها طوال الشوط الأول من هذه المباراة، وهي سياسة عدم الخوف، سياسة الاتيان بكل ما لديه من إمكانيات الله 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 على تصويبه. أوه على كرة مميزة، على كرة مميزة، على نقلة مميزة، على محاولة، على محاولة، على كرة، على روعة حضرت في الكرة وفي المحاولة الماضية. محاولة حضرت في الكرة الماضية كانت مميزة جدا، بعد ذلك خلصت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لمصلحة جونغ نام الكوري. الكرة ستلعب على يمين حارس المرمى، أمامية تبعد بالرأس، خلصت، عادت من جديد، انطلاقة بعد ذلك إلى حارس المرمى، تعود سولي. 1-0 هدف في اعتقادي مستحق، هدف في اعتقادي يعني أتى في توقيته ومستحق نظرا لما قدم. جيل تقدم الآن، يقطع الكرة اللاعب البرازيلي، وصلت إلى يونيمين هاو أمامية، مستمرة المباراة، تلعب أمامية لكنها تتخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لشاندونغ ليونينغ الفريق الصيني. تحدث في شوط المباراة الأول عن الفرق الكورية الجنوبية، ماذا عن الفرق الصينية؟ شاندا نونينغ وشاندا دونغ ليونينغ الفريق الصيني يتصدر إلى ما قبل هذه المباراة، يتصدر المجموعة الخامسة. غوانزو إيفرغراند يأتي وصيفا للمجموعة السادسة في مجموعة ملبورن فيكتور الأسترالي، دايغو الكوري الجنوبي، سانفريز هوريشيما الياباني، وبكين غوان يأتي ثالث الترتيب هنالك في المجموعة السابعة، وشنغهاي يأتي في المرتبة الثانية في المجموعة الثامنة. إلى الأمام تستمر المباراة، تستمر هنا الكرة في أرضية الملعب، وصلت وقطعت من جانب الدفاعات إلى الأمام بعد ذلك. تقدم لاحظ هنا الكرة الماضية،
جانب باب من عمليات الإحماء إلى الأمام. الكرة تتخلص، ترسل بعد ذلك، مستمر المباراة إلى الخلف، قائمة لا تزال في الجهة اليمنى لمصلحة جونغ نام. التقدم الآن العرضية، الدفاعات تتألق، تبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. الفرق الصينية عزيز المتابع يأتي في مقدمتها غوانزو إيفرغراند. غوانزو إيفرغراند بثمان مشاركات على مستوى هذه البطولة. كرة تركل من بعيد تصل إلى حارس المرمى. بعد غوانزو إيفرغراند يأتي مباشرة الفريق الحاضر في هذه المباراة، شان دونغ اليونينغ بتسع مشاركات. تسع مشاركات، شانغهاي يأتي بعد ذلك، بكين غوان يأتي كذلك بثمان مشاركات، شانغهاي أربع مشاركات، شانغهاي شين هو سبع مشاركات، داليان بثلاث مشاركات. العوب الكرة من الجهة اليسرى، الفريق الصيني إلى حتى اللحظة لم يقدم شيء، لم يقدم شيء. العودة لم يأتي بها في هذه المباراة. انطلاقة مستمرة في الجهة اليمنى، لا تزال أمامية، ملعوبة إلى الأمام لكن تتخلص، بالرأس تلعب، عادت من جديد، انطلاقة من الجهة اليمنى، المساحة لكن حالة تسلل، حالة تسلل رفعت من قبل المساعد الأول السيد محمد البكري. من جديد مرة أخرى مستمرة لمصلحة الفريق الصيني، لا تزال قائمة مستمرة إلى الأمام لكن تتخلص. من جديد بدأ الفريق الصيني يسيطر، يستحوذ، يتقدم. من جديد في الجهة اليمنى، لمصلحة اليونينغ، طالت الكرة وعدت، ذهبت بعد ذلك. ضربة مرمى لجونغ نام الكوري، ضغطة بحكم المباراة، من ثم عادت جونغ نام الكوري أمامية. مستمرة، انطلاقة من الخلف، إلى حد اللحظة تلعب الكرة إلى الأمام،
هذه اللحظات الكرة تلعب أمامية إلى خارج أرضية الملعب. هذا جيل المدافع البرازيلي. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى لمصلحة جوغنا ملكوري. ترسل الكرة إلى الأمام. تبعد بالرأس عادت. خطيرة تقدم. أتى المرور. أتى العبور. أتى الخطر. الضرر يقترب الآن. لكن المدافع الصيني يتألق. تألق من قبل الدفاعات الصينية. وكذلك من قبل جونغنام الكوري. الفريق الذي يتألق تألقا لافتا، تألقا كبيرا، باحثا عن الوصول، باحثا عن التقدم، عن حصد هذه الجهود الكبيرة. إلى الخلف. تتخلص بعد ذلك. قطعت عادت من جديد خلف المدافعين، لكنها تقرأ بشكل ممتاز. إصابة للاعب الكوري في أرضية الملعب، لكنه يتحامل على نفسه. مستمرة لا تزال. ملعوبة لمصلحة شان دونغ. ليونينغ أمامية خطيرة. أمامية. أخطر الكرات الصينية في الشوط الثاني. هذه أخطر الكرات الصينية في الشوط الثاني. لعبت الكرة وبعد ذلك أتى الإبعاد. أتى الإبعاد. من جديد تلعب الكرة بالنسبة لشان دونغ ليونينغ بالجهة اليمنى. مستمرة. ملعوبة أمامية بالرأس. مرت، عدت، خلصت. قائمة لا تزال في هذه اللحظات مستمرة. إلى الخلف. تلعب الكرة. لكن يأتي الإبعاد. يأتي الإبعاد. التألق الكبير في هذه اللحظات لمصلحة جونغنام في هذه اللحظات من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. مستمرة. لكن أيضا تتخلص. أيضا تبعد. الدفاع الصيني محكم في الشوط الثاني. خطيرة خطيرة داخل المنطقة إلى الأمام، لكن مرة تعدت ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لمصلحة جونغنام الكوري. ركلة ركنية لمصلحة جونغنام. على يسار حارس المرمى. تلعب الكرة إلى الخلف. تستمر هنا. تصويبة من بعيد لكنها مرت. اعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة شان دونغ ليونينغ. لاحظ هنا الهدف الوحيد، الهدف الجميل الذي أحرز وسجل. الله 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 على كرة لعبت بهذا الجمال. بالرأس هيئت واستقبلت بهذه الطريقة، سجلت بهذه الروعة للفريق الضيف هنا على طريق كيم ماسيونغ.
كيم سيون في مرمى هذا الحارس وانغ دالي. لم يتمكن من فعل شيء وانغ دالي. وانغ دالي لم يتمكن من فعل شيء أمام هذا اللاعب كيم سيون. كيم سيون بالرقم 10، لاعب المميز كيم سيون، أحد من الأسماء المميزة جدا. وعشرين سنة لكيم سيونغ، يبلغ من العمر 24 سنة فقط. إلى حد اللحظة لم يمثل منتخب بلاده، منتخب كوريا الجنوبية الأول. الفرصة لديه قائمة لأن يفعل ذلك، لكن الصعوبة كبيرة في لفعل ذلك نظرا لتواجد الأسماء الكبيرة في صفوف الشمشون الكوري. يأتي في مقدمتهم يونغ سون. المهاجم المتميز هنالك في صفوف سبيرز توتنهام. خطأ لمصلحة شاندونغ ليونينغ. حفاظ على الكرة بشكل ممتاز. تلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء، لكن تتخلص. خطأ في هذا المكان. خطأ في هذا المكان لمصلحة شاندونغ ليونينغ. مباراة صعبة على الفريق الكوري، أصبحت صعبة جدا لأن الفريق الصيني تطور كثيرا في الشوط الثاني، لأن الفريق الصيني أخذ يبحث عن الطرق المؤدية إلى المرمى ووجد بعض الطرق التي يعني سعى واتخذ منها مسلكا بالنسبة له للوصول إلى الشباك الكورية المستعصية طوال شوط المباراة الأول وكذلك ما مضى من الشوط الثاني. خطأ من هذا المكان. الله، جول لمصلحة أصحاب الدار. يا له من هدف. يون مين هاو، يون مين هاو هنا يسجل هدف التعادل بهذه الطريقة الرائعة جدا، الرائعة جدا. يأتي بهدف التعادل. يا لها من كرة. القائد يسجل. يون مين هاو يأتي بهدف التعادل بهذه الطريقة الرائعة جدا. الله 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 الله. أوه، على طريقة مرعبة مرعبة، ممتعة 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 في الكرة وفي المحاولة الماضية. هدف التعادل يسجل هنا بالنسبة لشاندونغ ليونينغ الفريق الصيني. هدف التعادل 1-1.
داخل منطقة الجزاء. هنا بالرأس حارس المرمى يتألق، حارس المرمى يتألق، تألق حارس المرمى في تصدي للكرة الماضية. لاحظ هنا، لكن حتى الكرة لم تكن بتلك الصعوبة الكبيرة، حتى الكرة لم تكن بتلك الصعوبة الكبيرة. من جديد الشوط الثاني كما تحدثت شاندون غاليونينك تطور كثيرا، تحسن كثيرا. هذا التحسن أدى به لتسجيل هدف التعادل، قاده لهدف التعادل وقد يقوده لأمور أخرى، وقد يقوده لأمور أخرى. عليك الحذر منها يا سيد كيم جونغ. مرة أخرى بطاقة صفراء في وجه اللاعب الكوري. بدأ السيد كيم جونغ يجري تبديلاته، بالفعل شعر بالخطر، شعر بالخطر مما سبب الفريق الصيني، بالتالي سارع لتبديلات أو للتبديلات التي سنشاهدها في قادم اللحظات، في قادم الدقائق من هذه المباراة. أمامية، خطأ لمصلحة جيل، المدافع البرازيلي الصلب الظاهر على الشاشة. جيل مدافع مميز، تبديل ليأتي في هذه اللحظات في صفوف جونغ نام الكوري. كو كيونغ يترك أرضية الملعب، كو كيونغ يترك أرضية الملعب ويأتي البديل في هذه اللحظات وهو بارك جي دونغ. بارك جي دونغ هو اللاعب البديل. رمية التماس، سيد ترك الخضير يسعى لي تهدئة الأمور في أرضية الملعب وينجح في ذلك واحد من الحكام المميزين، اللاعب السابق طبعا، اللاعب السابق والحكم الحالي الذي أدار سبع مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا، سبع مباريات بالنسبة له، أشهر خلالها 19 بطاقة صفراء.
موسم 2017 دار ثلاث مباريات، 2018 أدار مباراتين، 2019 إلى حد اللحظة أدار مباراتين وهذه الثالثة. في وسط الملعب تلعب إلى الأمام داخل منطقة الجزاء لكن تتخلص. الجهة اليمنى الانطلاقة، السرعة الآن في هذه اللحظات لكن تبعد تتخلص في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب. كنت أتحدث عن السيد تركي الخضير، أدار مبارتين هذا الموسم في بطولة دوري أبطال آسيا، هذه النسخة نسخة 2019. كاشيما أنتلرز الياباني، أوغوهور الماليزي لحسابات هذه المجموعة في الخامس من مارس، وأدار مباراة كاواساكي فرونتر الياباني أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. فاز الفريق الكوري في مباراة الأولى في إبريل 2019، وفاز الفريق الياباني في المباراة الثانية في مارس 2019، وهذه المباراة الثالثة بالنسبة له، المباراة الثالثة بالنسبة له. تلعب الكرة إلى الأمام لكن تصل إلى حارس المرمى. حارس المرمى وانغا تالي يلعب الكرة إلى الأمام. ترسل بعد ذلك قائمة مستمرة. في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء لكن تبعد. إلى الخلف مستمرة إلى الأمام. هنا في هذه اللحظات يا سلام يا سلام على هذه المحاولات، على هذه الكرات، كرة في الجهة اليمنى، هنا العرضية لكن تتخلص، تتخلص وتبعد. انطلاقة بعد ذلك، صافرة موجودة وبالتالي خطأ لمصلحة شاندونغ اليونينغ الصيني. شاندونغ اليونينغ الفريق الصيني. لاحظ هنا الكرة التي يعني مكان الوقوع، وقوع الخطأ في الكرة الماضية.
ستة أشهر وكأن هنالك سياسة متبعة بالنسبة للفريق الكوري. بعد الخطأ الذي سجل من خلال الهدف الأول، بالتالي يعني بعد ذلك كل أخطاء ترتكب بعيدة عن منطقة الجزاء، سياسة تتبع دهاء ذكاء. هنا تبديل في هذه اللحظات، خروج للاعب و أو تبديل في الجانب الآخر. طبعا كيم سيونغ صاحب الهدف يترك أرضية الملعب ويأتي اللاعب البديل جو هون سونغ. جو هون سونغ بالرقم 90. هو اللاعب البديل. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تبديل يحضر في هذه اللحظات. شاندونغ اليونينغ يجري تبديل في هذه اللحظات. يخرج هذا اللاعب زهو هاي بين، يترك أرضية الملعب زهو هاي بين، ويأتي البديل تسوي بينغ. هو اللاعب البديل. تسوي بينغ تلعب الكرة إلى الأمام. داخل منطقة الجزاء لكن يأتي الإبعاد. بالرأس بعد ذلك. الوقت يمضي مشاهدينا الكرام والتعادل يتكرر كما حدث في أول مباراة، في المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين. التعادل الذي يتسيد وضعية هذه المباراة. تلعب الكرة في الجهة اليمنى لكن تتخلص. قائمة مستمرة، العرضية إلى الأمام تبعد من قبل الدفاعات، تبعد من قبل الدفاعات. عادت من جديد في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء. مروان في اللايني، لا تزال قائمة لمصلحة الفريق الصيني. الله لو أتى بها، لو سجل هدف التقدم وهنا هدف الفوز، سيحدث ضجيجا 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 في ملعب المباراة، في ملعب المباراة. لاحظ هنا الكرة وهنا المحاولة التي حضرت. تصويبه هنا، الله، أخطر المحاولات الكورية في الشوط الثاني. يؤتى بها عن طريق بارك جي دونغ،
اللاعب البديل بارك دي جونغ بارك دي دونغ. يا لها من كرة، يا لها من كرة. ركلة ركنية في الدقيقة 81 تلعب إلى الأمام بالرأس لكنها تتخلص ثم إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس تلعب بعد ذلك طويلة إلى الأمام بالرأس ملعوبة من جديد مستمرة في الجهة اليمنى لمصلحة شان دونغ اليونينغ إلى الخلف قائمة لا تزال مستمرة حضر في هذه اللحظات تبديل حضر وهو التبديل الثالث والأخير خروج اللاعب سونغ نام بالرقم 8 يترك أرضية الملعب يترك أرضية الملعب ويأتي البديل في اعتقاده هو لاعب سون جونغ هيون تلعب الكرة عن طريق جيل بالرأس أمامية تصويب الله صويبت بشكل ممتاز لكن حارس المرمى تألق في عملية إبعادها من جديد تدخل هنا في هذه اللحظات المرور يأتي المرور تلعب بعد ذلك لكن تتخلص لمصلحة غوانغ جين لاعب البديل تقدم هنا في هذه اللحظات إلى خارج أرضية الملعب كرة بالرأس كانت تصويبة قوية حارس المرمى تألق في عملية الإبعاد أمامية إلى الأمام لمصلحة شان دونغ اليونينغ تغيير اتجاه اللعب كليا في الجهة اليمنى خطيرة تحمل في طياتها خبر 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 قد يكون ضرر 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 أوه على الكرة الماضية وعلى مدى خطورتها ومدى قربها الخطورة الكبيرة لكن حارس المرمى تألق في عملية الإبعاد حارس المرمى تألق في عملية إبعادها من جديد في الجهة اليمنى
أرسال طويلة إلى الأمام بالرأس، تقدم هنا في هذه اللحظات، كرة ملعوبة أمامية، تقدم هنا إلى الأمام لكن الكرة تتخلص، تبعد، عادت من جديد، ترسل طويلة إلى الأمام هنا بالرأس لكن المدافع الصيني يتألق من جديد، عرضية إلى الأمام بالرأس، يبحث عن التصويبة لكن التصويبة غير موجودة، المدافع تألق أيضا مرة أخرى في عملية إبعادها. إلى خارج أرضية الملعب ترسل الكرة، مستمرة، في هذه اللحظات أمامية، لا تزال مستمرة قائمة داخل منطقة الجزاء. يسجل وينقذ الفريق الصيني من السقوط هنا في فخ التعادل. يا لها من كرة لمصلحة اليونينغ الصيني. أخيرا يأتي الفرج في الشوط الثاني بعد الكثير والكثير من المحاولات المستمرة. لاحظ هنا هو من بدأ الكرة، هو من بدأ التمريرة وبعد ذلك بالرأس. الله 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 على الرأسية، على الكرة الهوائية، على الارتقاء عاليا، على الرأسية التي تسكن في الشباك وتعلن هنا عن هدف التقدم لمصلحة شاندونغ اليونينغ. لاحظ هنا الفرحة الكبيرة. الفرحة الكبيرة والكبيرة جدا لدى هذا اللاعب. بالتالي كيف ستصبح وضعية المجموعة الخامسة؟ شاندونغ اليونينغ الصيني قبل هذه المباراة كانت لديه 8 نقاط، في حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة هذا يعني وصوله إلى النقطة 11 بالنسبة له. وماذا حدث في المباراة الأخرى؟ ماذا حدث في المباراة الأخرى، في المباراة التي طبعا تهم وتخص هذه المجموعة؟ كاشيما الياباني، جوهور دارول الماليزي، التعادل يتسيد وضعية تلك المباراة التي تصل إلى الدقيقة 25 من عمر شوطها الأول. إلى الأمام لكن تبعد، لكن كل ما يهم شاندونغ اليونينغ هو وضعية 8 نقاط قبل هذه المباراة، 3 نقاط في هذه المباراة، النقطة 11، بالتالي كاشيما 7 نقاط في حالة التعادل، في حالة التعادل يصل إلى 8 نقاط، إلى 8 نقاط. مسألة ستصبح معقدة جدا على جونغ نام الكوري، ستصبح معقدة جدا. 5 نقاط لديه قبل هذه المباراة، سيتواجد في ذات العدد وبذات العدد من النقاط. في حالة تعادل كاشيما هذا يعني عزيز المتابع، هذا يعني عزيز المتابع
أن جونغ نام في طريقه لأن يودع. هي هكذا الحكاية. هي هكذا الحكاية. لماذا؟ لأن الوضعية هي كالتالي. يعني جونغ نام 5 نقاط لكنه فاز على كاشيما في اليابان 1-0 وخسر في كوريا 3-2. بالتالي مجموع المباراتين يتفوق فيه كاشيما أو يتفوق فيه كاشيما بالفعل في حالة تعادلة خطيرة إلى الأمام لا تزال مستمرة. العرضية ستلعب من الجهة اليمنى، هي كذلك لكنها إلى خارج أرضية الملعب. جديد في الجهة اليمنى، الله لا تزال مستمرة خطيرة هنا. على كرة، على تصويبة، لكن الدفاعات تتألق، الدفاعات تتألق، تبعد الكرة الماضية. من جديد بالراس تتخلص، تعود بعد ذلك، ترسل طويلة إلى الأمام. لاحظ هنا الكرة التي لعبت. بعد ذلك تستمر المباراة في آخر اللحظات. آخر اللحظات، خلاص آخر اللحظات. آخر اللحظات من هذه المباراة، الدقيقة 3 المضافة. بطاقة صفراء تشهر في هذه اللحظات. حكم المباراة سيد تركي الخضير. والصافرة في هذه اللحظات تنطلق الآن مشاهدين الكرام متابعين الأكارم، وتعلن عن هذا الفوز الكبير، الفوز المستحق بالنسبة للفريق الصيني. هنا شاندونغ ليونينغ الصيني الذي ينتصر في هذه المباراة ويصل إلى النقطة رقم 11 في صدارة المجموعة الخامسة. بالتالي جونغ نام في وضعية صعبة جدا وفي طريقة لوداع المسابقة بشكل رسمي. مشاهدين الكرام متابعين الأكارم، سعيد جدا بالتواجد معكم في الوصف والتعليق على أحداث هذه المباراة. ألقاكم بحول الله تعالى في مناسبات أخرى قادمة. ألقاكم وأنتم دائما أوفياء لقنوات بي إن سبورتس. إلى اللقاء.